إلى قرية دوما قضاء نابلس. معنا من هناك رئيس المجلس القروي الأستاذ سليمان دوابشي. تحياتي أستاذ دوابشي. السادة المستمعين والمشاهدين حياك الله، مرحبا بكم. نعم، هجوم واسع للمستوطنين على دوما والقرى المحيطة، أرجو أن تضعنا في صورة ما يجري، هل ما زال الاعتداء مستمرا لغاية هذه اللحظة؟ يعني بالنسبة لقرية دوما والقرى المحيطة والمجاورة لقرية دوما مثل المغير والمجدل وعقربة تعاني نفس المعاناة، تواجد كثيف للمستوطنين في الحارات البلدة، الآن في تواجد كثيف، الشباب يقومون بالتصدي للمستوطنين على الرغم منهم يعني بتصدونهم بصدور عارية، إلا أنهم المستوطنين مدججين بالسلاح. الآن مداخل القرية مغلقة، المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، يقومون بالتفتيش، يقومون بتوقيف الشباب واستجواب الشباب، ادعاهم أنه هناك في مستوطن مفقود، تم أبلغ عنا بالنسبة للارتباط الوطني الفلسطيني، الارتباط الفلسطيني أنه في مستوطن تم فقده في أثناء الرعي في منطقة بنيامين. طبعا هذا يعني الأمر ليس بجديد على منطقة دوما ولا على القرى المجاورة، الوضع عندنا متأزم، الوضع عندنا يعني رايح إلى ناحية التوتر ورايح إلى ناحية الاصطدام، يقومون بالتفتيش في المنازل للبحث عن هذا المستوطن. نعم، دوما كما ذكرت تتعرض دائما لاعتداءات المستوطنين، ضعنا في صورة هذه الاعتداءات المتكررة، وما الهدف الرئيسي منها؟ يعني الاعتداءات متكررة مش بس على الشعب الفلسطيني، هم الاعتداءات على الشجر والحجر. قرية دوما هي من القرى المستهدفة ومن القرى التي شملها الضم. الاعتداءات لا تخفى عليكم، محرقة الدوابشة لا تخفى عليكم، المجزرة اللي قاموا فيها قبل فترة على الأطفال ورش الأطفال بغاز الفلفل، الاعتداءات على مناحي الحياة، تسكير الشوارع من جميع مداخل القرية من كل الاتجاهات. يعني فعلا هذه القرية مستهدفة وأصبحت هي القرية المستهدفة الوحيدة من قرى الضفة. نعم، لو تحدثنا عن حماية دوما بوجه عربدة المستوطنين، من يحميها فعليا وما المطلوب بحماية دوما اليوم حتى لا تتكرر مجزرة وجريمة حرق عائلة الدوابشي كما ذكرت قبل قليل؟ احنا يعني طبعا بالنسبة للجان الحماية تم تفعيلها، والآن الشباب متواجدين على أطراف القرية، وهناك اتصال دائم بين المواطنين وبين لجنة الحماية لتحذير المواطنين ومراقبة المستوطنين، حتى يعني سيارات المستوطنين تدخل الآن وتجوب الشارع، وهناك مستوطن في وسط البلد الآن وأنت تتحدث معي في وسط البلد بيشهر سلاحه وبيظهر العربدة في داخل شارع البلد. نعم، إذن قرية دوما تتعرض لهجوم الآن على الهواء مباشرة من قبل المستوطنين كما أفاد رئيس مجلس قروي دوما. هناك الآن مستوطن في وسط البلدة يقوم بإطلاق الرصاص على منازل المواطنين. إذن ما هي رسالتك الأخيرة إلى الحكومة الفلسطينية، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ماذا تقول في هذا الموضوع؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال أو عاد الاتصال مرة أخرى مع الأستاذ سليمان دوابشي. كنت أقول للأستاذ سليمان، هل تسمعني؟ نعم سامعك، اسمعك. نعم، كنت أقول كما أفدتنا قبل قليل بأن هناك مستوطن في هذه اللحظات وسط قرية دوما ويطلق الرصاص على منازل المواطنين ويقوم بترويع المواطنين في بلدة أو قرية دوما. بناء على هذا الواقع، ما هي رسالتك للحكومة الفلسطينية وللأجهزة الأمنية الفلسطينية، ماذا تقول؟ يعني أنا أول شيء بحب أوضح لك صورة الوضع في القرية، هناك معركة حقيقية بين شبان القرية وبين المستوطنين وبعض من أفراد الجيش، الجيش يتواجد من أطراف القرية لحماية المستوطنين. أنا بوجه رسالتي للحكومة الفلسطينية أن هذه القرية تؤخذ بعين الاعتبار، يا ريت يعني يدعموا هذه القرية بعدة مشاريع على أساس أكثر يتعزز صمود المواطن في هذا البلد.
يعني احنا بالنسبه لنا كقريه دوما تبعد عن المدينه عن مركز المدينه 28 كيلومتر في الوضع الحالي الان اذا في عند مريض ما في اي مركز صحي اقدر اقوم اودي المريض لهذا المركز كون البلده مغلقه من جميع الاتجاهات. فرسالتي للحكومه الفلسطينيه لا يوجد مركز صحي في البلده استاذنا. لا يوجد مركز صحي في البلده الا طب يعني وين وزاره الصحه عن قريه دومه؟ يعني قريه دومه هي القريه التي حرقت بها عائله الدوابشه، تاريخها حافل بالاعتداءات الاسرائيليه واعتداءات المستوطنين، ولا يوجد بها مركز صحي كما تقول. يعني بداية أين البلدية من هذا الموضوع؟ أين المجلس القروي؟ وأين وزارة الصحة؟ وأين الحكومة برمتها من هذه القضية؟ المجلس القروي مش لحاله، المجالس القروية تجمع جنوب شرق نابلس، احنا في عندنا مستشفى من خلال إذاعتكم بوجه رسالة للحكومة الفلسطينية لوزارة الصحة الفلسطينية إنهم يعملوا على تشغيل تشغيل المستشفى اللي في قرية مجدل بني فاضل اللي هو مستشفى ام حسن اللي قامت ببناءه مشكورة، رحم الله من قام على هذا المشروع، ولكن للأسف لم يتوفر لغاية الآن أي كوادر، رغم ان احنا تواصلنا مع مي كيلي على أساس انهم قوموا في تشغيل هذا المستشفى، ولكن للأسف يعني لحد الآن لم يرنوه. هل هذا تقصير برأيك؟ تقصير حكومي بحق دوما والقرى الموجودة في محافظة نابلس؟ يعني أنا تعرف أنت تعرف أنه الردود دائما من وزارة الصحة أنه ما في مصاري ما في كوادر طبية، على الرغم أنه إحنا توجهنا برسالة لميكيلي أنه إحنا بالنسبة لنا كتجمع جنوب شرق نابلس إحنا في عندنا أطباء مفروزين على الخدمات العسكرية، احنا بدل ما يداوموا يوم او يومين في الاسبوع يمكن ان احنا نوظفهم في هذا المركز على اساس انه على الاقل ليكون على الاقل انه يكون طوارئ للمنطقه. يعني هذه الرساله الان لوزير الصحه الجديد في حكومه التكنوقراط باهميه التحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه في قريه دومه والقرى المحيطه التي تتعرض لاعتداءات يوميه من قبل المستوطنين، وضرورة بأن يكون هناك مركز صحي يفتح أبوابه على مدار 24 ساعة، لأن اعتداءات المستوطنين مرة في الصباح مرة في المساء مرة في الفجر، وبالتالي هذا يتطلب هناك أهمية قصوى لوجود هذا المركز يفتح أبوابه 24 ساعة في قرية دومة لخدمة دومة والقرى المحيطة، لأن صراحة الطرق مقطعة الأوصال في تلك المنطقة، المستوطنون يعني يمارسون اعتداءاتهم وعنفهم بشكل يومي. هذه الرسالة يطلقها الآن رئيس مجلس قروي دوما قضاء نابلس الأستاذ سليمان دوابشة لكل الجهات المسؤولة في هذه البلد. يعني انظروا إلى القرى المهمشة